السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب ستيب أهيد للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول المنهج الجديد كونكت بلس برايمري 2. أنا جايبة لكم، أنا منزل على القناة كل الكتب الخارجية، جميع المواد وجميع الأنواع. الناس اللي بتشوفني دلوقتي لأول مرة، ادخل على القناة قناة ماما وزياد التعليمية، هتلاقي كل الكتب الخارجية موجودة على القناة بجميع أنواعها، جميع المواد، سواء كان سلاح التلميذ أو الأضواء أو الباهر أو الماهر أو الأستاذ أو قطر الندى أو الشاطر أو سندباد. كل الكتب الخارجية وجيم وبيت باي بيت، كل الكتب الخارجية اللي ممكن تتوقعوها ادخلوا على القناة هتلاقوها موجودة قناة ماما وزياد التعليمية. أهم حاجة اعملوا لايك للفيديو اللي أنا بتفرجوا عليه ده دلوقتي، واعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل الكتب وكل الشرح اللي أنا بنزله. بس مش بس اشتراك، عشان في ناس بتقولي الكتب مش بتوصلي. أنا بقول الكلام ده كل مرة عشان اللي بيشوفني دلوقتي لأول مرة، عشان اللي بيسمعني لأول مرة، اعملوا تخصيص للجرس علشان في ناس بتقولي الكتب مش بتوصلي والشرح مش بيوصلي، عشان انتوا مش بتعملوا تخصيص للجرس. ادخل على القناة واشترك واتفرج على كتب الخارجية عشان نقدر نقارن ايه ونقرر ايه هو احسن كتاب خارجي نقدر نشتريه لغاية لما تبتدي الدراسة. انا النهاردة جايب لكم كتاب ستيب اهيد، كتاب حلو قوي وجميل، ادخلوا اتفرجوا عليه وادخلوا على القناة هتلاقوا بقية الكتب موجودة وقارنوا بينهم، ويا رب الكتاب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قناة ماما وزياد التعليمية.